أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن هيئة الرؤية الشرعية ستعقد جلستها في قاعة الاجتماعات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مساء يوم الخميس ليلة الجمعة التاسع والعشرين من رمضان 1444 هجرية الموافق للعشرين من أبريل 2023 ميلادية لتلقي الأنباء والشهادات برؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية. ودعا المجلس من تكون لديه شهاده او نبا عن رؤيه الهلال ان يسارع بالاتصال بهيئه الرؤيه الشرعيه لابلاغ ذلك مشكورا وماجورا